طيب نروح إلى الكويت. في الكويت جامعة الكويت كان عندها فعاليات بمناسبة الأسبوع الثقافي. الجميل بالموضوع أنهم ما بحثوا اشتغلوا طلاب الجامعة، وإنما جعلوا أطفال دار الأيتام يشاركونهم هذه الفعاليات وهذا المنجز بمعرض للرسم. حلو أنه طلاب الجامعة ينظرون بتواضع للأطفال وخاصة الأطفال اليتامى. نروح نشوف ونرجع. سرنا كثيرا هو مشاركة الأيتام في محافظة واصل من دار الأيتام في معرض خاص بالتعاون مع جامعة واصل. هذا يفرحنا كثيرا لأن الأيتام هم أمانة في أعناق كل إنسان ذو مبادئ وإنسان شريف وذو أخلاق. حقيقة تراهم أنهم يرسمون بيوت ويرسمون مناظر طبيعية، هذه البيوت يحلمون أن يكونوا كبقية الناس، لديهم بيوت ولديهم عوائل ولديهم. الحمد لله الآن نرى هذه الحركة الدؤوبة منهم وهم لا زالوا يرسمونها وهو معرض حر لهم. دكتور اليوم لاحظ الكل مشارك. الحمد لله كل مشارك، هو هذا نتيجة تفاعل الجامعة مع المجتمع. حقيقة احنا في كل اجتماع مجلس الجامعة لدينا فقرة اسمها الجامعة والمجتمع، كيف نعزز هذه العلاقة بين الجامعة. الجامعة موجودة هي لخدمة المجتمع، فلا يمكن أن تكون معزولة عنه. إذا عزلت الجامعة عن المجتمع أنا أقول بصراحة لا خير فيها. يوم قدرت كلية الفنون الجميلة أن تثبت أنه الجامعة جزء من المجتمع والمجتمع جزء من الجامعة. حاولنا نركز على نشاطين مهمين حقيقة، الأول معرض للفنون التشكيلية خاص أساتذة وطلبة، والثاني اللي هو بالنسبة لي أهم هو دمج شريحة الأيتام إن صح التعبير بمجتمع الجامعة. على الأقل يحس الفرد من هذه الدار أنه هو واحد من الموجودين بدون أي عوائق أو أي يعني بعد عن المجتمع. قامت رأس الجامعة بهذا المعرض التشكيلي لكافة الطلاب، وبخصوص اللوحات اللوحة عندنا نازعة كلية فنون جميلة. كلية فنون جميلة المرحلة الأولى. نعم. المعرض 4-3 عندنا اللوحة تمثل يعني الواقع الريفي. نعم. الكثير يعني من الشغلات فيها الواضحة يعني الحالة الواقعية أكثر شيء بدنا نعيشها احنا. نعم. ودك هاي اللوحة يعني لوحة تمثل يعني لوحة تكعيبية. نعم. عندنا هنا الشكل امرأة والألوان، بعض الألوان مثل اللون الأصفر يمثل الحالة النفسية، وكثير من الألوان تتعددت يعني الشغلات. يعني اليوم يوسف اليوم عندكم المشاركة ما تعتمد على لون واحد أو فد فن واحد، عدة ألوان وعدة فنون يعني تشكيلية. نعم. ويعني من خلال نظرة الفنان أو نظرة شخص يعني ينظر إلى الشكل يتصور غير عدة يعني أشكال إله غيرنا على نظرة الشخص العادي، يعني كان تكون شجرة يطيها على نفس النمط أو غير نمط. يعني كلها مواهب تدل على شيء كبير. حلو انه واحد يكون يسوي دعم من هسه للاطفال الايتام اللي مهملين في العراق، بس حلو انه هناك اهتمام من قبل جامعه الكويت تخليهم يشاركون في معرض للرسم يحسون بقيمتهم. معرض حر شفنا يمكن انه كثير من الاطفال اللي يرسمون ببراءه الطفوله حنين، بس اكو تقنية حلوة يعني اكو حنين للعائلة. شفنا يمكن كثير المنازل اللي رسموها الأطفال هم يحلمون أن تكون عندهم منازل ويحلمون أن تكون عندهم عوائل. نتمنى أنه تكون الدولة والحكومة مسؤولة عن أطفال العراق اللي هم أيتام وتكون تنظر لهم بعين أبوية حتى نتعوضهم عن الأيام اللي مضت اللي كانت بها حسرات وآهات بالنسبة لهم. طيب نذكر بطرق التواصل على المواقع الاجتماعية ونبدي بصفحة الفيسبوك، صفحتنا الوحيدة والرسمية لأهل المدينة، ننشر بها كل ما يخص أخبار العراق ساعة بساعة. أهلا بمشاركاتكم على صفحتنا الوحيدة والرسمية، وأكيد ويانا أيضا تويتر.